السلام عليكم اعزائي المشاهدين، الاخبار فيديو جديد. احمد سامي، لعبه جديده من العاب المكوفين. النهارده هنجيب لكم لعبه من العاب المكوفين الجميله جدا وباللغه العربيه، اسمها سرقه التصرفات الاليه. يلا بينا. اهلا بيك مره تانية. اللعبه اللي انا جايبها لك النهارده لعبه جميله جدا، هي مهربه طبعا من قبل عبد الله مسلم. من غير كلام كتير يلا بينا نبدأ. Speech mode talk. سرقة الصرافات الآلية .exe7. ده بعد ما تحملها. اللعبة حجمها 18 ميجا. أهلا بكم في تثبيت لعبة سرقة الصرافات الآلية المعربة تاع Mind Games. Date modified 7/19/2000. Date modified 1/19/2000. لعبة سرقة الصرافات الآلية تثبيت dialog. لعبة سرقة الصرافات الآلية. مرحبا بكم في تثبيت لعبة سرقة الصرافات الآلية. سيتم تثبيت لعبة سرقة الصرافات الآلية على جهازك، وننصحك بإغلاق جميع البرامج الأخرى لكي لا تتعارض مع هذه اللعبة. اضغط التالي للمواصلة أو إلغاء الأمر للخروج. N. تعريب الأستاذ عبد الله المسلم. Skype name Abadi 1194. التالي Great Rob Plus ألف. إلغاء التالي Great Rob Plus ألف. التالي سبيس تالي تصف البرنامج التالي جريت هنا بيقول لك المكان. الغاء التالي تالي تصف بلس التالي ثم اي بلس التالي جريت بلس ثم اي سبيس تشيكت سبيس نوت سبيس تشيكت علم صح عشان ديسكتوب ايكون. التالي الغاء تثبيت الغاء اضغط بلس تثبيت او بلس التالي جريتر ثبت اي. يمكن تشغيله من ايقونته لعبة انهاء او بلس يمكن انهاء. اهلا بكم في لوك هيك. القاء بدا اللعبه اختبار مكبر إنها إلا نشكركم على لعبكم. Mind Games. قبل ما نبدأ خلينا أوريك حاجة. Build Mobile Funding Cheat. لعبة سرقة الصرافة الآلية. اتعودنا على إيه؟ Context Menu. على الأيقونة على سطح المكتب. Open File Location. Open File Location أو فتح مكان الملف. Folder View. سرق معلومات اللاعب. .exe 7. State معلومات. في عندك هنا معلومات اللاعب. Lockpick Configuration. Blind. دي لازم تملاها لأن اللعبة بتبعت سكور أونلاين، أوكي؟ Blank. Blank. فخلينا نملاها. H L E D. Omid. Space blank A A M Y save changes semi Ahmed A A D E L H select A H L E D semi Y M A S S A A S T A E B E S T save changes save dialog your settings were successfully saved. تمام. okay. الخانة الأولى أحمد الثانية سامي. تمام. سرقة الآلية دوت إكس إكس كمبيوتر. اللي دي اللعبة. تعليمات اللعبة دوت. نقرأ تعليمات اللعبة. سرقة الصرافة الآلية الأصدار 1.0.1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، أحبابي في ميل شرح هذه اللعبة، لعبة سرقة السر. أولا، كما تعودة مدخولي على اللعبة من كف الب... وبعد يسار الآن تحركوا بالسهم الأيمن حتى تصلوا للجهة اليمنة وجعلها صح. لازم في هذه الجهات تضبط الإرقام ضبط يسار منتصف يمين. بص بقى، أنا كده كده هشرح لك طريقة اللعبة، لكن وبعدها تختار اللي يهمك في الآخر، لأن أنا عارف إنك هتسأل عن الموضوع ده. السكايب نيم بتاع عبد الله مسلم، أستاذ عبد الله مسلم، موجود هنا هوت في الريدمي ديت. أنا بحثت عن اسمه على سكايب لكن أنا ما لقيتوش، أوكي؟ لكن هو موجود عندك في الريدمي، تقدر إنك تجيبه. اللعبة هقول لك هي جاية منين دلوقتي. طبعا أنا عندي ملف التثبيت بتاع اللعبة، كده كده خدتهم فلاشة من حد يعني. لعبة أحبابي فيما بس لازم في هذه الجهة ويسار، لكن هشوف لك الرابط. www.blindtech.net هي من بلايند تك. تمام. الرابط هنا هو، فتقدر طبعا انك تحملها من هنا. عبد الله المسلم تحياتي. ابيدي 1194 وده اسمه على سكايب. ابيدي 1194 هسمعه لك حرف حرف. A B ده كابيتال طبعا، اللي بتزمر كابيتال. A B A D Y 1 1 9 4 كاريج ريتيرن بس كده. اوكي. لعبة سيت انين 000 وهنا لو عايز تشيل تثبيت اللعبة انين 000.exe4 انين 000.dat3 بلايند تكنو تقنية المكفوفي .htm27 وده اللينك ده لو عايز تفتح الصفحة، وده ساوند في أصوات اللعبة كلها. معلومات سرقة الصرافة. نفتح بقى ونسمي اللعبة. مرحبا بكم في سرقة الصرافة الآلية المعربة تعريب حصريا لتقنيات المكفوفين من قبل العضو المحب لكم عبد الله المسلم. www.blindtech.net القائمة الرئيسية. استخدموا مفاتيح الأسهم للتنقل في بدأ اللعبة. انا كنت جبت لكم لعبتي اللي اتعملت بالبي جي دي قبل كده لو فاكرين. اختبار بدا اول حاجه بدا اللعبه. اختبار مكبرات الصوت. اختبار مكبرات الصوت. ارسال النتيجه للشركه المنتجه للعبه. ارسال النتيجه للشركه المنتجه للعبه. ده عشان كده احنا عملنا السكور فاكرين. انهاء اللعبه. انهاء تقفل. اختبار مكبرات الصوت. مكبرات الصوت. يسار يمين يمين. بدا اللعبه. نبدا. نزار، علينا أن نصرف هذه الصرافة قبل أن يفوت الأوان. نعم يا مهدي، ولكن كيف ذلك؟ هل رأيت الشرطي الذي أمام الصرافة؟ نعم.
أذهب إليه وأقتله بالغدر وسنأخذ الصفير منه ونلبس ملابسه ومن ثم نسرق الصرافة، أقصد أننا نسرق النقود الموجودة داخلها. حسنا حسنا، فعل ذلك وأنا أذهب إلى الصرافة وأسرقها. إذن عندما ترى الشرط قد فقد الألوعي أو بالأصح مات، ذهب إليها. هيا انطلق. السلام عليكم. وعليكم السلام، ماذا تريد من هنا؟ لا أريد. أحسنت يا ميك، الآن سنشبع نقود ونروي ضمانة. هيا انطلق يا نزار. حسنا حسنا يا عزيزي، إلى اللقاء يا عزيزي مهدي. الآن أنا سأنطلق للصرافة، وأنت تصفر بالصفارة كل ما رأيت شخص يقترب من عندها، وإذا رأيت شخص لابس نفس ملابسك أخبرني وأهرب حتى ألحق بك. لا عليك من كل هذا يا نزار، ادخل وأن بقلب مطمئن، لا أحد يأتي هنا. إياكم وأن أرى شخص قادم إلى هنا. إياكم، يوجد في هذه الصرافة بعض الأعطال الفني ويمنع على كل شخص المجيء إليها. الآن ابدأ يا نزار. عندنا ثلاث خانات. ثلاث. اثنان. خطأ. خطأ. ثلاثة. خطأ. أربعة. خمسة. صح. واحد. صح. سبعة. صح. ستة. صح. هفهمك ثلاثة. صح. خطأ. صح. خطأ. أربعة. صح. خمسة. صح. خطأ. واحد. صح. خطأ. سبعة. صح. خطأ. واحد. صح. خطأ. صح. خمسة. صح. خطأ. صح. ستة. صح. صح. سبعة. صح. صح. واحد. صح. صح. اثنان. خطأ. صح. ثلاثة. صح. 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 كده خدنا فلوس. واحد. واحد. سبعة. صح. ستة. خطأ. خمسة. أربعة. ثلاثة. اثنان. خطأ. واحد. سبعة. صح. واحد. صح. سبعة. صح. خطأ. ستة. صح. خطأ. خمسة. صح. ستة. صح. خطأ. واحد. صح. خطأ. سبعة. صح. خطأ. ستة. صح. خطأ. صح. ستة. خمسة. صح. صح. ستة. صح. خطأ. صح. خمسة. أربعة. صح. صح. ثلاثة. صح. 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 أسرع. واحد. أسرع. سبعة. أسرع. ستة. أسرع. خمسة. خطأ. أسرع. أربعة. أسرع. ثلاثة. خطأ. اثنان. أسرع. واحد. أسرع. سبعة. صح. أوه. لقد وقعتم في يدينا أيها اللصوص. أنا ليس لي علاقة. ليس لك علاقة؟ كيف تسرق حلال الناس وأنت مالك علاقة؟ الآن ستقتل أنت وصاحبك الذي تنتظره عند باب البن. خذ مني هذه. أضحكتني يا هذا، أتيت لي بسلاح لا يوجد به رصاصي. أنت الآن الذي سوف تأخذ مني أنت وهدى صاحبك. لقد حصلت على 10 نقاط. القائمة الرئيسية، استخدموا مفاتيح الأسهم للتنقل في القائمة ومفتاح الإدخال إنتر للاختيار. بدأ اللعبة. الأول هديلك الصوت عشان تفهم أنا بقول إيه. بص يا باشا، فاكرين الشنط زمان لما كان بيبقى فيه شنطة أو حقيبة يعني من اللي هي اللي لها أرقام سرية؟ هو الموضوع اعتبر إن فيه ثلاث عواميد جنب بعض، تمام؟ وانت بتظبط التلات عواميد دول من الشمال لليمين ان يبقوا صح 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 كده، يبقى انت عرفت الباسورد الصح وبتقدر انك تاخد فلوس. اوكي، دي فكرة اللعبة بمنتهى البساطة. فانا بعمل ايه؟ بقلب يعني، بروح بسهم شمال خالص لحد الاتجاه الشمال، واطلع بسهم لفوق وتحت واجرب لحد انا موصل للرقم الصح. اوكي، وبعدين انقل على في النص اختارها صح، بعدين انقل على اليمين اختارها صح. لما التلاتة يشتغلوا بتسمع صوت الجرس ويجي لي فلوس، وهكذا. لعبة بسيطة لكن يعني مسلية. يلا بينا كمان جيم. لوكيك. بعد ما فهمت الفكره بدا اللعبه. الان ابدا يا نزار. خطا. صح. سبعه. خطا. صح. سته. خطا. صح. خطا. صح. خمسه. خطا. صح. اربعه. صح. خطا. صح. واحد. صح. خطا. صح. سبعه. صح. 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 واحد. خطا. صح. خطا. خطا. صح. خطا. سبعه. صح. خطا. سته. صح. خطا. خمسه. صح. صح. خطا. واحد. صح. صح. خطا. سبعه. صح. صح. سته. صح. صح. خمسه. صح. خطا. اربعه. صح. صح. ثلاثة. صح. اثنان. صح. 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 واحد. سبعة. خطأ. خطأ. ستة. خطأ. خمسة. صح. واحد. صح. سبعة. صح. خطأ. ستة. صح. صح. واحد. صح. صح. سبعة. صح. 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 واحد. سبعة. ستة. خطأ. خمسة. أربعة. خطأ. ثلاثة. اثنان. صح. صح. واحد. صح. سبعة. صح. ستة. صح. خطأ. صح. خطأ. خمسة. صح. ستة. صح. خطأ. واحد. صح. خطأ. سبعة. صح. خطأ. ستة. صح. خطأ. صح. خمسة. صح. خطأ. ستة. ستة. خمسة. صح. صح. أربعة. صح. 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 واحد. سبعة. ستة. خمسة. صح. أربعة. خطأ. خمسة. صح. واحد. صح. سبعة. صح. ستة. صح.
خمسة. أو ماي. لقد وقعتم في يدينا أيها اللصوص. أنا ليس لي علاقة. ليس لك علاقة. كيف تسرق حلال الناس وأنت مالك علاقة؟ الآن ستقتل أنت وصاحبك الذي تنتظره عند باب البن. خذ مني هذه. أضحكتني يا هذا. أتيت لي بسلاح لا يوجد به رصاصي. أنت الآن الذي سوف تأخذ مني أنت وهذا صاحبك. لا المعجزة لقد الصراحة. حصلت على 20 نقاط القائمة الرئيسية. إثبات اختبار مكبر. إرسال النتيجة لجاري. إرسال النتيجة. يرجى الانتظار ريثما تكتمل. تمام. لا سبحان الله الضابط عارف ان السلاح اوكي طبعا لاني مفيش lockpick dialog. Lockpick is not responding. If you close the program you might lose information. Close the program. Cancel. خلينا اوريك blind text sounds one of هنا اهي number speech 2 of 22 numbers 1 of 22 في عندك numbers دي الارقام تمام speech 2 of 20 speech beep.wav 3 of 22 clock.wav 4 of 22 correct.wav correct بص beep اللي هو صوت الزماره media player classic home cinema هو ده اسرع دي اصوات اللعبه طبعا وهي اتبدلت فبقت عربي زي بالظبط تعليمات اللعبه .tx سرقه السرافه الاليه فكره عبد الله الشماسي القائمه الرئيسيه استخدموا ما بدا اللعبه بس يا حبيبي كان اسم اللعبه ايه اللي عملها عبد الله الشماسي كان اسمها المواجهه الحاسمه ما هي برضو كان لها اصوات وبتتغير نفس الفكره انت ممكن برضو لو حملت ملفات اللعبه بتاعتي انت ممكن تغير فيها في جزء بقى في البي جي تي مش فاكر اسمه ايه بالظبط بس دي اداه موجوده على موقعهم بتخلي لك الاصوات بتاعتك مضغوطه عشان ما حدش يقدر يغير فيها يعني. فالمهم اختي بارسا انها اللعبه انهاء اللعبه نشكركم على لعبكم لعبه سرقه السرافه الاليه وللمزيد من الالعاب الكامله والحصريه زورونا على موقعنا www.blindtech.net لعبه سرقه السرافه الاليه معلومات desktop list طبعا انا يعني ماليش الشرف بصراحه ان انا اعرف عبد الله مسلم فانا بس عرفت اسمه من الريد مي فايل وزي ما قلت لك ان دايما اقرا الريد مي اللي موجوده اوكي دي من اهم الحاجات اللي ممكن تقابلها في الدنيا ان اي ما يعني اصل هم مش حاطين الريد مي دي للهزار او التهريج هي اكيد مهمه طالما موجوده تبقى مهمه انا عرفت العب اللعبه ازاي من الريد مي لان للاسف اللعبه ما جواهاش توتوريال بس مع ان انا مش عارف بصراحه هو في ليه اختبار اليمين والشمال مع ان الموضوع موضح نفسه قوي يعني المهم كانت دي اللعبه اللي معانا النهارده يا رب تكون عجبتكم قول لي رايك في اللعبه في التعليقات وطبعا هنتشارك في التدوير على الرابط انا وانتو انا جبت لكم الموقع اللي هي عليه اهو حد بقى معايا يدوره ان شاء الله لو لقيت الرابط هسيب لكم في الوصف او حد من المشاهدين النشطين معانا هيجيب الرابط وهتلاقوه دايما في اول تعليق بس كده لايك وشير وسبسكرايب لو عندك اي اقتراحات يا ريت تقولها لي في التعليقات كان معاكم احمد سامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته